غريبة يمكن هاي الصورة صح؟ عم تطلع قدامنا بصورة هي عبارة عن حصان مربوط بكرسي. سؤال حلو على فكرة، مين مهدد التاني؟ غريب انه هيك كرسي تهدي هيك حصان، اقوى منا بكتير وقادر يجر مش بس هيك كرسي، يمكن 100 كرسي مثل هول، بس هي موقفيته. هون نطلع كمان خلينا نطلع اول شيء بالفيل الكبير، ليك بشو مهدى عباره عن حجر. غريبه، بس اذا نطلع نرجع بالفيل الصغير بنقول انه هيدا من هو صغير ربطوه وتعود هو انه ما في يتحرك وكبر ونمع على هيدا الشيء، فاعتبر انه هو من المستحيل انه يتحرك من مكانه. خلينا نطلع شوي بفرق بين هالصورتين. اذا نطلع بالحصان هي عباره عن صوره انربط الحصان، حدا اجى ربطه، ممكن هيدا الشيء يصير باي لحظه بحياتنا او بحياه الحصان فينا نقول، اما الشيء اللي شايفينه. اما الصوره الثانيه هي عباره عن شيء انربطنا فيه من احنا وصغار، او ربطوه فيه الفيل من هو صغير وصار عنده شيء صعب انه يكسره، ونمي مع هذا الشيء حتى وصل لحالة انه هو اعتبر انه هذا الشيء مستحيل ينكسر. خلينا هيك نبلش بقصة يمكن نتعرض لها كلنا بحياتنا من كبيرنا لصغيرنا. بنبلش حياتنا نحن عادة، او مش بنبلش حياتنا، بيخلق الواحد بيكون بعد اول دقائق من حياته، او اذا مجهزين له اسمه بيكون كمان بتلاقي اعطونا الاسم اللي نقولنا إياه نحن ما دخلنا. بعد يوم يومين بيحطونا الناسيوناليتي نحن لأي بلد لشو منتميين، وبعد منا كمان للديان اللي منتميين إلها. بتلاقي نص حياتنا نحن صارت معرفة ونحن ما قلنا ذنب فيها وما أخذنا قرار بشي، حكمنا بقيود معينة. هون خلينا ننتقل شوي نرجع لنفوت للمدرسة مرحلة دراسية. في أمور كثيرة ما بدي انتقد البرامج الدراسية، بس في أمور كثيرة متعلمها بعدين نتفاجأ بالحياة أنه كثير قصص ما كانت الشيء اللي نحن تعلمناه من مراحل الابتدائية للثانوية حتى نوصل لنفوت بدنا نفوت على الجامعة. اللحظة اللي نفوت فيها على الجامعة بيكونوا الأهل صاروا ماخدين قرار، نسبة كبيرة من الأهل شو بدهم ابنهم، مهندس، دكتور، هيك اختصاصات هيك تكون بالمجتمع مش اكتر ما هي انه براكتيك بالحياة. واذا كان هالانسان حظه حلو بيكون هو اختار بيكون منيح، اما اذا هن اختاروه وبعدين بيتهموه بالفشل، مش هنقول مين بس المجتمع، لانه ما عندنا الاسباب مين كان الغلطان بالاول. هون بحب انتقل للفكرة اللي هي اساسية بمجتمعنا او بالمجتمعات بشكل عام. لما بيجي الشاب أو الصبية بدهم يبلشوا حياتهم الخاصة، بتلاقي بيجي الشاب أو البنت بده يخبر أهله تعرف على بنت أو تعرفت هي على شاب، مباشرة بصير الحديث مين هي، مين أهلها، من أي عائلة بتناسبنا، مستواها الاجتماعي وقصص كتير. قبل ما يفكروا هي شو بده أو هو شو بده، بدهم بعض ومستعدين يكافحوا مع بعض بهذه الحياة. أخبركم حادثة صارت معي أنا، اللي هي أنه أنا كنت بعد صغير شوي بالعمر إيه، بس بالنهاية كان عندي حق بالأحاسيس، فحبيت بنت مباشرة. أسباب كانت العائلة، مين، ليه، إلى أن أنا فهمت أنه هذا الشيء مستحيل، مع أنه بعد فترة سنة وشوي أنا كنت مسافر برات لبنان، وبس سافرت ما برقت سنة كنت جايب على لبنان بنت أجنبية اللي الكل الصبح كانوا يفيقوني شو بدها تتروق، شو حابة تاكل، انتبهوا نايمي، مع انه ما حدا بيعرف مين امها ومين بيها ومين عائلتها. هيدا الشيء صار عادي جدا وانكسر كل هيدي القيود اللي هي الاهل كانوا متخيلين انه مستحيل يسمحوا لابنهم انه يعمل هيك خطوه. وفي حادثة صارت عندي كمان بالبيت، أو مش عندي، عند بنت أختي، كنت قاعد هي
مقدمة على مرحلة الزواج بدهم يخطبوا، عم لها يا خالو ليش انت انه ظهروا وانبسطوا شايفك شوي عم ضلكم قاعدين بالبيت؟ قال لا ما خالو نحن عم نجمع مصاري ما فينا. قلت لها ليه؟ انه جمعوا مصاري بس ليش لهالدرجة؟ قال نحن بعد كم شهر ما نكتب كتابنا وعندنا الشبكة، وهي الشبكة او العلامة بسموها انه ما نشتري ذهب. قلت لها ايه؟ قال ما فينا، واهم شيء اذا بتنتبهوا الذهب اللي بدهم يشتروه هي ريت فيها تلبسوا بحياتها العادية، لانه هذا الذهب هو حينحب الخزينة. هي البوينت بس هي الخمس دقائق اللي هي بدها تشوف العالم انه هن لبسوا ذهب، بس مستحيل حدا يرضى من دون هاي اللحظات. قرار متخذ عبر التقاليد، وهذا الشيء اللي هلا حبيت هيك امرق له بهيد هو بيعتبره انا قيود اجتماعية وهمية انحطت علينا. وأهم شيء هون بدي أعطي ملاحظة بس إنه أنا ما عم بحكي إن إحنا نكون ضد شيء اسمه نظام، اللي هو في فرق بين النظام والقيود. النظام نحن نلتزم فيه، والأديان كمان كل إنسان عنده دينه حر، بس نفرق بينه وبين القيود وخاصة القيود الوهمية. أنا هون أحكي كمان عن شخص كمان بلش حياته، يمكن أكتر شيء صعب الإنسان يبلش حياته إنه هو يلاقي حاله مش موجود ببيت أمه وبيه الحقيقيين، بل هو موجود ببيت ناس تبنوه. بعد ما هن تبنوه بلشت المرحلة الدراسية، كسر أول حاجز إنه هو مش ابنه الحقيقي. بلشت مرحلة دراسية ما كان كتير من اللي بيحبوا المدرسة، وسط نون الوسط شوي، إلى أن شوي شوي انتقلت ل وصل للمرحلة الجامعية. بس فات على الجامعة بعد 7 أشهر أو 8 أشهر من هو كان موجود بالجامعة، أخذ قرار غريب. أعطيكم هيك مثل بسيط عليه، إنه هلأ إذا أنا ظهرت برات هي السيركل يمكن في ناس حتقول ليه سمح لنفسه يعمل هيك غريب، بس هذا الشخص عمل قريب للي انا عملته. احترم النظام وارجع انا على السيركل، حضلني جوات. بس هو هذا الشيء عمله لانه عاده نحن انه الجامعه لازم نكفي بالجامعه، هو هذا الشيء عمله. وبعد 8 اشهر ترك الجامعه وما اقتنع انه هي طريق النجاح له، واختار طريق تاني. كان بيو اللي تبناه عنده مثل مطرح صغير بيصلح فيه الكترونيات، صار يساعد بيو شوي شوي، اكتشف انه هذا هو هذا الشيء اللي بحبه، صار بدراسات بس مش عبر الجامعة يقوي هذه الموهبة، إلى أن فتح شركة مع ناس هو وناس أصدقائه، كان في سبونسر، صنعوا أول شيء دخلوا بالكمبيوتر المحمول، إلى أن هذا الإنسان بعد فترة السبونسر مثل العادي زيحوا على جنب، تركوا الشغل. ومرقت الايام هو رجع تحول وعمل رحلة باتجاه الكرتون اللي هيدا نحن تعرفنا عليه من فترة كم سنة، اللي مش نرسمه بالايد اللي هو معمول على الكمبيوتر. هذا الكرتون كانت كمان من ابتكاره، بعد ما انشهر بهاي الطريقة رجع رجعوه على هيدي الشركة اللي هني اعتبروا انه مش لازم يكون فيها، طلبوا انه يرجع. ورجع هذا الانسان حتى هو بمرحلة من المراحل كان موجود بجامعة واستوحى من فكرة معينة، فكرة تاتش، فكان أول المبتكرين لهيدي الشيء اللي نحنا هلأ عم نستعمله بحياتنا كل يوم. ومش بس هيك، هو كمان حتى اختار اسم الشركة، كان هو قبل نفكر فيها اختار اسم الشركة عبارة عن التفاحة اللي هي غيرت حياة الناس عندنا كلها، آدم وحواء تفاحة عملت عملها فينا، نقلتنا من مكان لمكان. بس هو شوي أخذنا مطرح هيك إيجابي وسمى شركته باسم هيدي الشركة اللي هي كلنا بنعرفها. بعدين غني عن التعريف الشخص اللي نحن عم نحكي عنه. وهلأ خليني بس لكم، أنا فوق كنت حاب لكم أنا بعذرهم للفيل
والحصان عذري لهم انه هن ما عندهم عقل، عندهم دماغ، ودماغ بضلوا انه هيدا دماغ، بس نحن عندنا عقل. بما انه احنا عندنا عقل وهذا الشيء ربنا وهبنا اياه، ما لازم طريقه تصرفنا بتصور نكون نفس الشيء مثل ما هن يتصرفوا. عندنا عقلنا قادرين نتصرف بطريقه ثانيه، ويا ريت كل شخص فينا بيدور جواته على كيف ممكن يكسر هيدا القيود، من قيود اجتماعية للشق التاني اللي أنا ممكن سميه القيود الفكرية، لو كسر كل هيدا القيود الفكرية. وممكن نوصل لمرحلة نحنا إنه نسأل حالنا هيدا السؤال، مين تختار تكون فيهم؟ ناس كتير.